تقرير ألفاريزو مارسال، وهو تم بطلب من وزارة المالية وبقرار من مجلس الوزراء، ولأجله رفعت علقت السرية المصرية في مجلس النيابة. صحيح، يعني تقرير رسمي بشركة محاسبة، تدقيق محاسبة دولية، يعني بنقول تدقيق خارجي مش داخلي. هذا أول تدقيق رسمي خارجي بيصير بمصرف لبنان منذ تأسيسه 1963. هو ابتدأ العام 1964. هو تقرير ناشف 332 صفحة بلغة محاسبية. أنا مضيت أشهر عليه. إيه بس إذا بتشوف الوقائع، لأنه كل شيء عمله هو مذكور استنادا إلى أرقام من مصرف لبنان. مصرف لبنان رفض يعطي كل شيء، إنما القليل يلي أعطيه بيقولوا شيء 30-40% في معطيات رسمية. اتوصل لاستنتاجات مخيفة. رح أعطي أمثلة. إذن قبل ما أعطي المثال، يعني بالجزئية اللي كشف فيها مصرف لبنان أو اللي سمح فيها مصرف لبنان لشركة التدقيق بالاطلاع على مصرف لبنان، بهاي الجزئية الصغيرة غير المكتملة في فضائح، في فضائح كبيرة كتير، وهيدي ذكرتها بالتقرير. الغريب التعليقات اللي صارت على الورقة تقريبا أغلبيتها ركزت على أمر مهم، هو إنه المصارف، أنا بقدر مصارف حولت 25 مليون. هيدي بهالدراسة نقطة ثانوية، النقطة الأساسية ماذا كشف التقرير. يعني أساسا عم بنقل سؤال التقرير بلغة واضحة وأرقام واضحة تيعرف الناس، للذاكرة اللبنانية، ما حدا جيب سيرتها، وكأنه هناك استمرار للتعتيم الذي ابتدأ منذ سنتين عند صدور التقرير. أنا هون التي يخصني بلوم الأعلام إجمالا، كان دوره الأساسي يقول للناس شو فيها التقرير. لا شيء. وحتى بعد ما عملت الدراسة وبكشف بالتفصيل بعض الأمور الصارخة، كلهم ركزوا على 25 مليار. وهلأ بتأمل يصير لنا مجال اذكر لك كم امر، ولذلك نحن مستضيفينك كرمال تسليط الضوء على بعض النقاط الواردة. انا بعرف انه لما طلع هذا التقرير، وحضرتك عم تقول هو لغه محاسبيه ناشفه وطويل جدا، صار في تركيز على جزئيه اساسيه بقلبه، ومعظم ما يعني تم تداوله على وسائل الاعلام هو يعني المنح والقروض التي اعطيت لبعض الجمعيات او لبعض الشخصيات، ونعمل منها قصه كثير كبيره. هل هيدا الجزئية ترتقي إلى المستوى الأكبر اللي موجود بالتقرير؟ وإذا لا، إذا ممكن تعدلنا في كتير أمور منا اللي ذكرتها، بس هيدي بسميها ثانوية. بعطيك مثال، في وحدة نوعية بيقول هو التقرير عن ممارسات وأرقام مصرف لبنان من 2015 ل 2020. بيقول خلال هذه الفترة، انتبه انا بعتقد القوانين المالية ممتازة مصرف، بس ما طبقت، هذا موضوع اخر. اللي بيقرر السياسة النقدية مش الحاكم، مجلس مركزي مؤلف من حاكم، 4 نواب حاكم، مدير عام وزارة الاقتصاد والمالية. انتبه بتعرف شو بيقول؟ قالوا كمان على المدراء العامين هول لما بيجتمعوا كأعضاء بالرئيس المركزي، بيجتمعوا كأفراد بصفة شخصية، يعني ما بيمثلوا الحكومة، ليأكد القانون على استقلالية المجلس المركزي. استقلال بشكل رهيب، أنا بعتقد هو أقوى حسب القانون أقوى مصرف مركزي بالعالم. عملوه قصد ليدافع عن سعر الصرف وعلى القطاع المصرفي، وهني فشلوا باثنين.